السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مبنى كنت شغال فيه كان أعضاء الواجهة الخارجية بتاعته شبه دائرية، وفي فتحات فيه، وفي معمول بشكل كيرتن لبعض العناصر اللي فيه. طيب هبدأ أنا هنا أخش في ليفل 1، وممكن ترسم الحوائط من خلال الوول، أو ممكن من خلال الماس، أو من خلال موديلنج بيس. خلينا نرسمها بالوول، وأبدأ أختار نوع الوول اللي أنا عايزه، مثلا الشكل دوت، واقول له اليبس، شكل اليبس اهوت بالشكل دوت. طيب اهو في ال 3D. طيب عايز ابدا اعمل الفتحات، ليه طرق كثيره جدا، وحسب بقى درجه الدقه اللي انت عايزها. يعني ممكن تقول له ان انت عايز مثلا ترسم ريفرنس بلان على اساس ترسم فتحات، ممكن تعمل اكتر من ريفرنس بلان. يعني ممكن تعمل ريفرنس بلان للفتحات ديت، وريفرنس بلان للفتحات دي، وريفرنس بلان للفتحات دي. هنديله اسم، هنسميه مثلا واحد، وبعد كده هقول له ان انا عايز ابدا ارسم من اركتكشر، هرسم كومبوننت، وهرسم موديل ان بليس، واختار نوعها مثلا وول. اوكي، واقول له ان انا عايز مثلا ارسم اكستروشن. وممكن نبدأ نقول له بقى ايه ست يفرنس لان، فبيقول لي ارسم في النورس او كده. ممكن حتى ترسمها في ال 3D لو حابب. ممكن تقول له شو، يوريك الحاجة اللي انت هتبدأ ترسم عليها. تمام، تبدأ بقى ترسم بعض الفتحات. ممكن تخلي حاجة كده مايلة لو حابب، حسب التصميم أو الحاجة اللي أنت عايز تعملها. تمام، هقول له أوكي. طيب دي معمولة سوليد، فأنا هقول له لأ، غيرها لي بدل سوليد، خليها فويد. طبعا الفاميلي ما ينفعش تبقى فويد وتقف، لأن هو هيقول لك كده أنا هعمل فاميلي فاضية، فأنت لازم تستعين بيها وتفرغ بيها الشكل دوت. تمام، فكل اللي انا هعمله ان انا هقول له قط، واختار حيطه، وبعد كده اختار شكل مفرغ. احنا هنفرغها في اتجاه واحد، نيجي هنا برضو ونقول له احنا عايزين نفرغ الشكل التاني. يظهر معانا الشكل زي ما انت شايف، هقول له فينيش. طيب محتاج بقى ان انا احط الزجاج في المنطقه ديت، فاجي هنا اركتكشر، واقول له وول، واقول له اركتكشر، واختار ان انا ارسم كيرتن وول، وعايز ابدا ارسم بالشكل دوت. تمام، فهبدا اقول له اس سي يعمل سناب على النص، او ممكن اجي هنا اغير ده اخليه هنا غير في النص. ممكن ترسم موديل لاين في النص بالظبط. هبدأ أرسم لاين، ممكن موديل لاين أو لاين عادي أهوت، وأبدأ أجي هنا نقطة المنتصف. وبعد كده من أرتكشر هقول له إن أنا عايز أرسم وول أهوت، وأبدأ أختار من النقطة ديت. يبدأ يعمل لي الكيرتن وول بالشكل دوت. تمام، انا عايز اظهر الكيرتن وول بشكل اقوى، فهختار الكيرتن وول. تقدر تدخل هنا في الايديت تايب وتعدل الخصائص بتاعته. هخلي دي مثلا 2، وهنا المسافة دي هنقللها، هنخليها مثلا 2. تبقى معايا بالشكل دوت. طيب لو عايز اضيف زي حافة
بسيط هنا، فممكن اجي هنا من كومبوننت واقول له موديل ان بليس واختار ويندو اوكي، وابدا اقول له انا عايز اعمل زي سويب، واقول له بيج باس اللي هو دوت اوكي، وعايز ابدا ارسم بقى حاجه هنا، فاقول له ايديت بروفايل وهبدا ارسم مثلا خط كده، وممكن يبقى ارك مثلا وبعد كده ارك هنا تاني ولاين، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه تقول له اوكي اوكي، هيبدأ يلف على الشباك بالشكل دوت، يعمل اطار كده للشباك.